السلام عليكم اخوان، كنتمنى كم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جينا بواحد بلوك جديد هنا في مدريد اللي غيكون واحد بلوك سبيسيال ان شاء الله. يلا الدراري خليكم معنا دابا، جبتونا داخلين الكامبو، غيكون ان شاء الله شي بلوك سبيسيال هنا في مدريد، شي حاجه فهمتي اللي واعره بزاف. دابا حنا جبتونا داخلين الكامبو، واش غنشريو؟ غنشريو قراعي دلم، نشريو قراعي ديال الماء تحط سيطرو، وغنخويو ديك الماء وغنحتاجو ديك الساعة غتعرفو فاش غنحتاجو ديك القراعي. إن شاء الله غنشريو قراعي، أنا ولدو التانا ديالهم شحال واصلين وهادي، باش غنديهم غنخويهم وغنعمرهم بواحد حاجة أخرى. ديك الساعة من بعد بقاو معانا في هاد البلوك تعرفو إن شاء الله. هاهي هادو واصلين 2.30 €، هاهي 2.23 €، هادي هادا، هادو هادي هادي، هادو حتى هما غاليين. هادو كخلاص ل 2.76 €، هذه قرعة ديال 8 لتر واصلة 1.35 €، هي قرعة ديال 5 لتر 99 سنتيم 1 €، كما قالوا لكم 1 €. هذه هي اللي غنديو قراعي صغارين، انتم كلشي كيبان لكم قدامكم من قراعي، كاين اللي رخاصين اللي هذيك الوحدة وكيفاش. حنا غنديو هذه هي اللي غنديو اللي رخيصه كاع مره، حيت ما غنحتاجوش الماء اللي فيها، حنا غنخويو هذا الماء اللي شريناه هو هادو، حنا غنسقيو بها الشجره. عارف ما يقول لك شرب التوحه ولا نسقيو بها غير الشجره. هانتوما هادي دابا غنمشيو ليه، غنمشي عند واحد السيدة غنعمروها بالحليب، غنشريو الحليب، كتبيع ليها الحليب شي حاجة واعرة بزاف. يلاه خليكم معاها انتوما ندير هادي ديال الدهنايا. هانتوما كيما كتبان لكم هادي كاملة كتسمى باريو ديال فرتونة، هاديك لي غانيس راهي كتبان بعيدة شي حاجة. الله حنا وصلنا، حنا كيما قلت لكم راه ماشي نجيبو الحليب فهمتي، شي ناس تا هما طالعين حتى هما يجيبو الحليب، كيمشيو في الطونوبيل حنا كنمشيو غير على رجلنا. حنا جبتونا طالعين هنايا القراعي ديالنا 5 لتر، وصراحة كتشري قراعة الحليب 5 لتر تقريبا كتجي لك تقريبا شي 3.80 €، كتجي شي 30 درهم، شي 30 درهم كتجي لك. رخيصة الصراحة فهمتي، حسن ما تشري هذاك ديال الكرتون، هذا بعدا طبيعي عند تما الفين كتلقى راه عندها كلشي. هما الناس جابوا الحليب راهو راجعين بحالو، حنا راه باقي ماشيين. هذا ما كاين الناس كيجيو الصراحة، كيجيو الناس لهنا جماعة كريمة كيديو اللي كيعرفها كامل كيجي لهنا، أغلبية المغاربة اللي خيطاموس كلشي كيجي لهنا، أغلبية المغاربة هما اللي كيجيو لهنا، أغلبية المغاربة اللي كيجيو يديو الحليب من هنا. كيما كيبان لكم وصلنا هنا على الطريق السريع كتسمى طريق مي كوارينتا، هي هادي اللي كدور على مدريد كاملة، وعلى شي واحد تا هو كيخوي الماء، هذا كيخوي القرعة ديالو ديما. أنا قلت له أنا نسقي بها الربيع، ما بغاش الشجرة ما بغاش، قال لك السيدي خصو يخويها على الربيع. قلت له راك تما كيبان لكم فين قاعده كبيره حتى الخضرا كامله ديالهم، كيدير القار فيها كلشي عندهم فيها الفينكا ديالهم كامله. هادي كما كيبان لكم هادي هي الدخله ديالها، حنا وصلنا للدخله ديالها. هما هادو الخارج من هنايا، الدخله ديالها هي هادي. لا خليكم معنا هذا الطريق السريع مي كوارينتا. هادو مسار كاينين الناس كيشريو الكلاب راه ما فهمتي، عندو هنا كلشي، شحال غنجبرو هاد الناس بزاف هنا، أغلبية المغاربة وهادو هما اللي كيجيو لهنا أغلبية. حنا دابا كنجيبو الحليب، حنا دابا كنحسوها يا سي سي مالك راه ديال حنا دابا خاصنا النبيرة ديالنا، حنا دابا شرينا حليب ديالنا خاصين ديالنا. هانتوما كيما كيبان لكم الحليب هنايا، شحال بنادم هنايا، الحديد كلشي كاين ما كيجي، كيديو الحديد، ها
واعره ونسى ديك القرعه ديالي هز غادي شي حاجه اللي واعره. دابا الاخوان ديالنا راجعين بحالنا، انا جبنا الحليب دابا راجعين بحالنا انا ماشي واه هاد البلاصه هادي اللي الصراحه كلشي كيجي لي ليها اللي كيعرفها يعني كامل كيجي يدي الحليب فيها، كلشي كيجي لهاد البلاصه من عند هاد لا خيطانا ولا لا تينا ولا ما نعرف مين هي كاع. حيت انا كنجي عند هاد تقريبا مره في السيمانه كنجي عندها كندير ديك 5 لتر، فايدا احسن من ديك الحليب ناتيرال ديال اللي كيتباع احسن كاع 100 درجه. هذا بعدا كتجي كدير الحليب من بقره لعندك اللي قال لك هذا. حنا غنمشيو للدار ان شاء الله نديوها للدار كيما العاده دائما، خرجوا منه شويه الزبده ونخرجوا منه البنيه هذه. بهم الله الاخوان ديالنا ما تنساوش اللي كيتابعنا دير اشتراك ابوني. يلا نتلاقاو في فيديو جديد الاخوان ديالنا، تهلاو.